لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني مواقف الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هنتكلم النهاردة عن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. غاية ما يتمنى أي إنسان في الدنيا إن ربنا يهديه. إذا تلاقي الواحد يقابل مثلا حد في الشارع فيقول له ادعي لي ربنا يهديني، لكن اللي أغلى كمان من الهداية إن ربنا يثبته على الهداية وعلى الإيمان. ولذلك كان غاية دعاء المؤمنين إن هم كانوا دايما يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب ما تخليش قلوبنا تزيغ مرة أخرى بعد أن رزقتنا نعمة الهداية. ولذا كان أكثر دعاء سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد المهتدين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله، حاجة جميلة قوي إن ربنا يثبت قلبك، لأن يا ما ناس انتكست، ربنا يعافينا وعافيكم، ده يا ما ناس انتكست في عهد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، ويا ما ناس انتكست بعد عهد النبي، ويا ما ناس انتكست في زماننا. فلا تأمن على قلبك، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يبقى لابد أن أنت تشعر بالذل والافتقار إلى الله في كل لحظة، أن أنت محتاج لربنا ولا تستغني عن الله طرفة عين. أنت ممكن تستغنى عن الأكل والشرب لمدة أسبوع، ممكن في ناس ياما ناس صبرت على الجوع وعلى العطش أسبوع كامل أو أكثر، يعني ممكن تصبر على العطش لمدة أسبوع وممكن تصبر على الجوع لمدة 15 يوم على الأقل، شوف قد إيه، لكنك لا تصبر عن أو لا تستغني عن الله طرفة عين. لحظة واحدة تستغني بها عن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يزيغ قلبك فتضل. إذا الإنسان محتاج دايما أن يكون يعني دائما سبحان الله دائما يكون في معية الله سبحانه وتعالى لكي يحفظ الله عز وجل عليه هداية قلبه. ولذلك عايزين نبدأ النهاردة يعني بموقف إيماني عجيب جدا في الثبات. أنا نفسي لما بذكره بستعجب كيف ثبت هذا الصحابي الجليل. في يوم من الأيام سيدنا عمر بن الخطاب وجه سرية على مشارف الروم، فاستطاع الجيش الروم ان هو يأسر هذه السرية بأكملها، وراحوا على ملك الروم قالوا له أسرنا عدد كبير جدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في الوقت ده يا جماعة كان كم الانتصارات التي تحدث من المسلمين على الروم حاجة لا تخطر على قلب بشر، وانتوا عارفين طبعا ما فعله خالد بن الوليد في بلاد الشام شيء يفوق الخيال. يعني اذكر لكم بس موقفين صغيرين، سيدنا خالد بن الوليد اصلا كان عمال بيقاتل في بلاد فارس، وفي عز الانتصارات دي كلها جاءه الامر من عمر بن الخطاب ان ينتقل من بلاد فارس الى بلاد الشام ليقاتل الروم ويعين اخوانه على الجهاد في بلاد الشام. أول ما وصل خالد بن الوليد كان من ضمن البلاد التي دخلها بلدة اسمها قنصرين. قنصرين كان البلدة دي كانت محصنة جدا جدا وصعب جدا أن حد يدخلها بسهولة. فأول ما سمعوا بصيرة خالد بن الوليد جاي، طبعا هم كان ربنا سبحانه وتعالى بيلقي الرعب في قلوبهم مجرد بس ما يسمعوا سيرة خالد بن الوليد، لأنه سيف الله. ولذلك خالد بن الوليد لم يقتل لأنه سيف الله، وسيف الله لا يكسر. فأول ما سمع بمقدم خالد بن الوليد على طول في ساعتها ما كان منه إلا أنه أمر الناس دخلوا الحصن وقفلوا الحصن، والحصن لا يستطيع أحد أن يدخله. وبعدين ما عندهم بقى ما شاء الله أكل وشرب يكفيهم لمدة سنة أو أكثر، فماذا يصنع خالد بن الوليد؟ ما كان منه إلا أن أرسل بطاقة صغيرة مكتوب فيها: من عبد الله خالد بن الوليد إلى
ملك الروم أو إلى قائد الروم في بلدة قمصرين. أما بعد فأين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. الرجل لما سمع الكلمة عارف يعني المسألة إيه، يعني مش هسيبك. فقال خلاص نسلم نفسنا بقى كده إيه، وفتح الحصن لخالد ابن الوليد. جي خالد بن الوليد في عز برضه الانتصارات دي، داخل على قائد الروم اللي او اللي في البلده اللي بعدها، فلقى راجل جاي بيسخر وبيستهزئ من خالد بن الوليد ومن الصحابه. فقال له سمعنا يا خالد انه ما اخرجكم من بلادكم الا الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوه وطعاما، فاذا كان في كل عام ارسلنا اليكم مثل ذلك. خالد بن الوليد بعزه المؤمن التي يستمدها من عبوديته لله سبحانه وتعالى، حس ان الكلام ده فيه مهانه، فرد عليه بعزه المؤمن الواثق في موعود ربه. قالوا لا والله ما اخرجنا لا الجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدماء، احنا مصاصين دماء دراكولا، واخد بال حضرتك، ولكننا قوم ايه نشرب الدماء. وقد سمعنا يعني عدنا نسأل الناس كده، فقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم، فجئنا نشرب من دمائكم. فالراجل سمع الكلمتين دولت طبعا ركبه ثابت، فراح مسلم له الحسن. ففي عز الانتصارات دي كلها سبحان الله، شوف بقى خالد بن الوليد قدر ربنا سبحانه وتعالى أن بعد يعني فترة عمر بن الخطاب يرسل سرية، فسرية دي تؤثر على مشارف الروم. ملك الروم هيتجنن، ايه كميه الانتصارات العجيبه دي للمسلمين على بلاد الروم؟ يا جماعه ده كانت اقوى بلدين في العالم كلها، كانت الفرس والروم كانوا مقسمين الكل الارضيه نصين، نص للفرس ونص للروم. ويعني عارف عامله زي ايه زمان؟ عامله زي مثلا في التسعينات كده او في الثمانينات روسيا وامريكا. اللي يعني ايه فاهم، زي الفتوات اللي ماسكين الكل الارضيه، روسيا ماسكه الحته دي وامريكا ماسكه الحته دي، هم كانوا كده الفرس والروم. فماذا يصنع ملك الروم؟ قال لهم أريد أن أعلم ما الذي جعلهم ينتصرون تلك الانتصارات. طيب هاتوهم لي بقى واحبسوهم في مكان كده وعايزكم تراقبوهم، وأكتر واحد بيتعبد وبيتنسك وعنده عبادة عالية كده وتحس أنه عنده تقوى ورع ووا، هاتوهولي. حطوهم تحت المراقبة المجموعة الصحابة اللي اتأثروا، وبعدين لقوا أكتر واحد عنده جهد في العبادة عجيب، صيام قيام ذكر لله قراءة قرآن حاجة خشوع بكاء، هو مين؟ عبد الله ابن حذافة السهمي. قالوا هو ده اللي ملك الروم بيبحث عنه. تعالى خير يا جماعة، ملك الروم عايز يقابلك. ملك الروم بقى مش قائد الروم بقى ولا مثلا ولا واحد رئيس كتيبة ولا فهم ازاي، لا ده ملك الروم عايزه. فدخل على ملك الروم، أول ما دخل على ملك روم، ملك روم أم عرض عليه عرض غريب الشكل. قال له إني أريد أن أعرض عليك أمرا، إيه رأيك بقى؟ أنا بالبلد كده هعمل معاك صفقة العمر. تعرف لما ما واحد مثلا تيجي تقول له إيه، تعال بقى أنا هعمل معاك صفقة العمر، وخد بالك فرصة العمر لا تعوض، الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة، يا تغتنمها يا تبقى خسرت كل حاجة. فملك روم عمل كده مع عبد الله بن حذافة، قال له إيه رأيك؟ إني أريد أن أعرض عليك أمرا. فقال له ما هو؟ هو سمع لحد الآخر. قال له ما هو؟ قال له أن تتنصر وأعطيك نصف ملك. تخيل حضرتك واحد بيمتلك أو مسيطر على نص الكرة الأرضية وبيقول لحضرتك تترك دينك وأنا مش هديك بقى عمارة على النيل ولا فيلا على النيل ولا زي الحملات التنصيرية واللي بتحصل في بلاد المسلمين لما يقول له تعالى هجوزك وأقعدك في شقة وديك عربية وأسفرك أمريكا بس تسيب دينك. لا ده بيقول له ده أنت هتمسك ربع الكرة الأرضية بتاعتك تبعك، ربع الكرة الأرضية حاجة فوق الخيال. فقال له أن أعطيك نصف ملكي وتتنصر. فتبسم عبد الله بن حذافة وقال هيهات هيهات، والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت.
بيقول له مش ملكك انت بس، ده انت لو هتديني ملكك وملك ابائك واجدادك وملك العرب والعجم، يعني لو اديتني ملك الكره الارضيه كلها مش على اني ارتد كمان، لا على اني اترك الدين طرفه عين لحظه واحده ما فعلت. فالراجل حس ان ايه، ان الموضوع يعني الموضوع كبير قوي، الموضوع مش موضوع بقى ان ده واحد مش ثابت وبس، ده واحد لا يمكن يفرط. فقال له طيب انا هعرض عليك حاجه اكبر من كده. قال ما هو؟ قال اعطيك نصف ملكي وازوجك ابنتي. يعني ايه؟ يعني اديك ملكي كله، ما دي بنته بقى فاهم ازاي، فبالتالي لما يبقى جوزها بقى فخلاص كل اللي راح لها رايح له هو كمان، فكانه بيقول له هديك ملكي كله بس ايه، بس تتنصر. فقال والله لو أعطيتني، قرر له جملة، لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد طرفة عين ما فعلت. فملك الروم قال لا، ده الرجل ده أكيد فيه من وراه حاجة، يعني ده مش ممكن، يعني هو رجل عابد ومسلم وكلام ده كله، بس برضه لازم نجر رجليه ونشوف السكة بتاعته. وزي ما بيقولوا كده أهل الدنيا، يقول لك كل واحد ليه مفتاح. قال نشوف مفتاحه فين، يمكن يكون مفتاحه في الرعب نرعبه، يمكن يكون مفتاحه في الشهوة نجيب له واحدة جميلة، يمكن يكون مفتاحه في المال هنظبطه إن شاء الله. ده كان إيه فكر ملك الروم. شوف المؤمن وشوف العزة، شوف الثبات، مش مجرد النهاردة واحد يعني مجرد سبحان الله أقل فتنة تخليه ينقلب رأسا على عقب ويقول لك تركت الصلاة والعبادة بسبب إنه حب واحدة ومشي معها وترك كل حاجة، مش بسبب انه اشتغل في شغلانه عشان يجيب منها قرشين ويكسب منها، يوم رايح يعيش في بلاد الغرب ويشتغل ويبيع لحم خنزير ويقدم خمر ويقول لك انا غصب عني انا معذور هنعمل ايه. لا، اثبت على دينك، خلي عندك مبدا دينك دينك لحمك دمك. حتى قال احد التابعين قد رضينا منك ان تحافظ على دينك كما تحافظ على حذائك. تخيل حضرتك اللي درت ايه، يعني بيقول له شوف انت بتحافظ على حذائك ازاي، ولما تخش المسجد حطه تحت باطك وداخل المسجد وخايف عليه وتحطه قدامك وعمال بتصلي وعينك على الحذاء. بيقول له يا ريت، واحنا اسفين على اللفظ دوت، بيقول له يا ريت تحافظ على دينك زي ما بتحافظ على حذائك. شوف وصلنا لدرجة ايه، حاجة عجيبة جدا سبحان الله. اللي بيفرط بقى كتير قوي اللي بيفرط، لكن أكيد في ناس الحمد لله عندهم ثبات على المبدأ ولا يمكن أن يتغير ولا يمكن الدنيا تهزهم ولا يمكن الدنيا تحركهم، لأن يا جماعة الدنيا كلها والله الذي لا إله غيره لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو سقى كافرا منها شربة، لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن فدينك دينك لحمك دمك. فقال بس خلاص نخش له إيه بمسلك الرعب. راح طلب من الحاشية بتوعه ان هم يربطوه على خشبة على هيئة صليب، وجاب واحد راجل عنده مهارة شديدة في رمي السهام، قال له عايزك ترمي السهام حوالين رقبته وبطنه وإيديه ورجليه بس اوعى تعوره، وانت ترمي السهام وانا اعرض عليه ان هو يتنصر. السهام عمالة تترمي تترشق جنب رقبته جنب عينيه جنب راسه مش عارف جنب رجليه، وهو كل ده ثابت وملك الروم واقف تحت. ها تتنصر؟ يقول له هيهات هيهات. تتنصر؟ يقول له لا يمكن ابدا. قال نزلوه. نزلوه. قال لا، ده هو محتاج رعب اكتر من كده. طب نعمل ايه يا ملك الروم؟ قال لهم هاتوا لي قدر كبير، قدر كبير كده، حله كبيره بس ضخمه قوي قوي ممكن يتحط فيها بني ادمين. خد بالك لما كنت عايش في السعودية كنت أرى بقى في الأماكن اللي هي أماكن اللي بيبيعوا فيها بقى الكبسة اللحم وحاجات زي كده والكلام ده كله، شفت القدور ديت، قدر بيتحط فيه جمالين تخيل حضرتك ويستوي جوه القدر ده. فشوف المنظر عامل ازاي. قالوا ايه؟ قال املوا القدر دوت زيت وولعوا عليه النار وخلوا الزيت يغلي، وأول ما يغلي هاتوا 2 من الصحابة ورموهم أحياء في الزيت ده. شوف يا أخي سبحان الملك، شوف قد ايه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. شوف لفظ الآية، لفظ الآية عجيب جدا. ليه ربنا قال إن استطاعوا ولم يقل إذا استطاعوا؟ خد بالك، إذا استطاعوا تفيد الكثرة، وإن استطاعوا تفيد الندرة. خد بالك بقى من كلام اللغة العربية الجميل الحلو، وانك تفهم بقى معاني اللغة العربية. ولا يزالون استمرارهم، خد بالك،
ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم حتى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لو قدروا. لأن الذي يرتد بفضل الله ندرة عجيبة جدا لا تخطر على قلب بشر، يعني ممكن تلاقي بلد كاملة فيها 70-80 مليون لا يرتد منها إلا 2 أو 3، خد بالك. أما الذين يدخلون في الإسلام فبالآلاف بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت تتخيل إحصائية تعملها أمريكا نفسها تقول لك إن بمعدل ده، الكلام ده كان إمتى يا جماعة؟ ده الكلام ده كان في أوائل سنة 2000، إن بمعدل كل 27 ثانية في واحد بيسلم لله سبحانه وتعالى. أنا سبق أن ذكرت لحضراتكم لما كنت في آخر زيارة لي في أمريكا ساعة وقوع المبنيين البرجين اللي وقع في أمريكا، وكنت هناك قبل الحدث ده بعشر أيام، وكنت في نفس اليوم ده عند البرج الساعة 7 الصبحية عند البرجين دولت أنا وأخ صديق لي، وبعد ساعتين ونص كانوا البرجين الحمد لله على الأرض واخد بالك. فقدر ربنا احنا قعدنا بعدها 27 يوم، في 27 يوم دول بفضل الله سبحانه وتعالى أسلم فيها أكثر من 23 ألف أمريكي. خد بالك من حاجة، الدين دين الله والنبي هو الذي بشر بذلك، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الليل والنهار الكرة الأرضية بيبقى نصها ليل ونصها نهار، كأن النبي عايز يقول ايه؟ الكرة الأرضية كلها الدين سيبلغها، حتى لا يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فقال خلاص ملك الروم قال نستعمل معه أسلوب أعنف شوية، هتعمل إيه؟ هاتوا لي قدر كبير حطوا فيه زيت مغلي، وهاتوا 2 حطوهم في الزيت ده. ومين شاف المنظر ده؟ عبد الله بن حذافة واقف شاف المنظر، فجابوا 2 من الصحابة وراحوا رميينهم قدام عينين في الزيت المغلي، فشاف المنظر منظر بشع طبعا، بمجرد ما نزلوا انفصلت اللحوم عن العظام، وفي أقل من دقيقة كانت عظام الاتنين الصحابة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وارضاهم كانت عظامهم كانت طافية على وجه على سطح الزيت. فملك الروم بيسألهم تتنصر؟ قال لا والله. قال ألقوه في القدر. خلاص بقى مدام هو مش عايز يتنصر ارموه في القدر. خدوا بالكم من القصة اللي أنا ببدأ بها درس النهاردة، قصة يا جماعة حسوا بالمعنى الجميل ده، حسوا بقدر الدين وعظمة الدين. مفيش أغلى في الدنيا من دينك، يعني سبحان الله ده ربنا اعتبرها هي النعمة الوحيدة التي ينبغي أن تستشعر يعني مدى روعتها. سبحان الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي ولا نعمتي؟ قال نعمتي. فين النعمة؟ قال ورضيت لكم الإسلام دينا. خد بالك، لو ربنا قال وأتممت عليكم نعمي لصدق سبحانه وتعالى، نعم مغرقانا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإحنا لا تستطيع أن تعد نعم الله سبحانه وتعالى. لكن قال لك مهما تعددت النعم فلا يمكن أن توازي أبدا نعمة الإسلام. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم، نعمة كبيرة أن أنت تبقى مسلم. ده النهاردة 5 مليار يا مسلمين بيكفروا بالله سبحانه وتعالى، ومليار ونص موحدين لله سبحانه وتعالى. يعني ربنا يا رب يمتنا ويحشرنا مع زمرة الموحدين. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، والوصية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا هدانا للإسلام نعمة كبيرة قوي. كان ممكن نيجي نلاقي نفسنا يهود أو نصارى أو هندوس أو سيخ أو برزيين، أو لقينا نفسنا موحدين وبين أبوين موحدين لله سبحانه وتعالى وناس مسلمين. الحمد لله نعمة كبيرة، اسجد لله شكرا أن ربنا خلقك مسلما ولم تتكبد أي متاعب عشان تكون مسلم. يا ما ناس غيرك عشان تسلم اتعرضت للقتل والتشريد والبهدلة والحرمان وأشياء ابتلاءات لا تخطر على قلب بشر، ويا ما ناس بتعذب في أماكن تحت الأرض حتى هذه اللحظة بسبب أنهم أعلنوا التوحيد لله سبحانه وتعالى. نعمة كبيرة يا جماعة. فالرجل قال خلاص ارموا 2 انفصلت اللحوم عن العظام، قال لهم ارموه هو بقى مدام مش عايز يتنصر. بالله عليكم تأمنوا معايا الجملة اللي قالها عبد الله بن حذافة، خدوه عشان يرموا في القدر فبكى
فقالوا لملك الروم قالوا له انه يبكي، قال ردوه اكيد خلاص يعني ايه من وجهه نظره اكيد بقى عقل وايه وخلاص هيتنصر. قال هام هل فكرت اتتنصر؟ قال لا والله. فتعجب ملك الروم قال فعلام البكاء؟ ما دمت انت مش هتتنصر امال ايه اللي خلاك تبكي؟ اسمع الجمله دي، قال ابكي لاني لا امتلك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله، وكنت اتمنى ان امتلك انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله. الله الله اكبر، يا سلام على الثبات، ويا سلام على الناس اللي عارفه قيمه الدين وقدر الدين. يا مسلم افخر ان انت مسلم، يا مسلمه افتخر ان انت مسلمه، افرح باسلامك، افرح بايمانك، افرح بان انت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباع امهات المؤمنين رضي الله عنهن. افرحوا افرحوا بنعمه الاسلام. شوف قال له ايه؟ قال له كنت اتمنى ان كل انفس بعدد شعر راسي اترمي في القدر وربنا يحيني تاني، واترمي تاني بعدد شعر راسي اعذب في سبيل الله، تعبيرا عن فرحي بان ربنا اكرمني بنعمه الاسلام. بيني وبينك الملك استشعر ان هو قدام شخصية فريدة، الراجل ده مينفعش يتقتل، الراجل ده خسارة يتقتل. فملك روم عايز يستقطبه بأي طريقة بأي تمن، عنده استعداد يدفع له أي حاجة بس هو ايه يبقى معاه. فرح عمل اجتماع طارئ على مستوى بقى الدولة كلها، جمع الوزراء والحاشية قال لهم دلوني ماذا أصنع مع هذا الرجل، قولوا لي ايه الحل في الرجل ده؟ قالوا له هذا الرجل شاب صغير، شاب حوالي 30 سنة وسايب زوجته بقاله 4 شهور واكيد مشتاق لزوجته، فليس هناك اقوى من الشهوة، هات له اجمل واحدة في الروم. هم الروم اصلا الروم اللي اوروبا اصلا يعني جميلات، فتخيل بقى لما يجيب له ملكة جمال الروم. راح سائل فين ملكة جمال الروم؟ قالوا له قالهم طيب، دخلوه الزنزانة وحطوا له حرس من بره، ودخلوا عليه ملكة الروم ودوها أمر مني أن تمكنه من فعل الفاحشة. سبحان الملك، شوفوا يا جماعة قدر الدين وقد ايه الإنسان لما قلبه يبقى مليان إيمان وتقوى لله سبحانه وتعالى لا يمكن يفرط في دينه وإيمانه ولو انطبقت السماء على الأرض. سبحان الملك، دخلت عليه المرأة وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء، وقعدت ترمي نفسها في حضنه وهو يبعد عنها ويغض بصره ويقول معاذ الله معاذ الله، ترمي نفسها في حضنه، هي ملكة جمال الروم وعنده إذن من الملك من ملك الروم بأنه يفعل الفاحشة مع هذه المرأة، يعني ما حدش هيقول له أنت بتعمل إيه ولا حد هيقبض عليه، ده الملك نفسه هو اللي أمر بكده. سبحان الملك، خدت بالك؟ سبحان الملك هو الله سبحانه وتعالى، فملك الروم قال لازم تفعل الفاحشة مع هذا الصحابي الجليل، ترمي نفسها في حضنه يبعد عنها ويقول معاذ الله معاذ الله، بيتذكر قول سيدنا يوسف قال معاذ الله، لحد ما في الآخر خالص يأسف منه، راحت لابسة ملابسها وطرقت على الباب. نقلت الأخبار واقفين على الباب من بره فرحانين قوي، نفسهم ينقلوا خبر ان واحد من الصحابة اتفتن ووقع في الفاحشة، فأول ما خرجت قالوا لها ها ايه اللي حصل؟ فلقوها مكشرة، ما بك؟ قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. فتحطمت الشهوة المحرمة على صخرة الإيمان، راحت المرأة ملكة جمال الروم وقالت لملك الروم، قالت له ما فيش فايدة، ده رجل عنده إيمان كالجبال لا يمكن يرضخ ابدا لاي شهوه محرمه. فبص للوزراء، انتوا قلتوا ان الشهوه دي هي دي السلاح الوحيد؟ قالوا له السلاح الوحيد فعلا، ولا يمكن ان رجل يثبت امام فتنه امراه بالجمال ده. قال ولكنه ثبت. قالوا ما بقي الا امر واحد. قال لهم ايه؟ قالوا له حطوا في الزنزانه لمده 3 ايام وما تدخلوش لا اكل ولا شرب، وحطوا قدامه خمر ولحم خنزير. فراحوا حاطين قدامه خمرة ولحم خنزير وقفلوا عليه الزنزانة 3 أيام، ممنوع حد يخش أو يخرج. وبعد 3 أيام كانت المفاجأة الكبيرة، ودي آخر حاجة حصلت مع عبد الله بن حذافة. فتحوا الزنزانة لقوا عبد الله بن حذافة السهمي
قد انثنى عنقه وكاد أن يموت. فتعجبوا فقال له ملك الروم: لماذا لم تأكل؟ أنت ما أكلتش ليه؟ لحم خنزير وخمرة؟ أنت كنت هتموت. فرد عليه رد عجيب قوي قوي، رد لو ما طلعناش النهاردة من الحلقة دي إلا بالرد ده كفاية والله يا جماعة. قال: أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك. خدوا بالكم في فرق بين الحكم وبين الفتوى. الحكم ثابت لا يتغير، لحم الخنزير حكمه إيه؟ حرام. الخمر حكمه إيه؟ حرام. لكن عند الضرورة وساعة المخمصة قد يكون حلالا. إزاي؟ واحد مرمي في سجن بقاله 3-4 أيام وما فيش أكل لا داخل ولا خارج وكاد أن يموت، يحل له في ذلك الوقت أنه يأكل بقدر ما يحييه فقط، مش يقعد بقى يأكل لحم خنزير بمزاج ويروح عمل دماغ خمرة، لا، يعني إيه؟ يشرب ويأكل بقدر ما يحييه فقط ويتركه. فإذا جاله أكل تاني خلاص يبعد اللحم الخنزير والخمر ده. لو ما جالوش أكل تاني وعد عليه 3 أيام كمان وهيموت خلاص يأكل تاني، ولو كان في صحراء وأقرب مكان يوصل إليه هيموت، يحل ليه أن يأكل ويشرب من حاجة ديت. ده اسمه إيه؟ فتوى مش حكم. فقال لهم: أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك في ساعة المخمصة، ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. يا مسلم يا حبيبي يا أخويا يلي بتصلي وبعدين بتسيب الصلاة وما تعتبش المسجد، أنت بتشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. أخت الغالية الفاضلة اللي بتلبس حجابها وبعدين تخلعه، أنت كده بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. أخويا وحبيبي اللي بيعق أمه وأبوه وبيضربهم ويشتمهم، أنت بتشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. أي واحد فينا بيعمل معصية أو مخالفة شرعية بنشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. اعرف أن أنت بتمثل الإسلام، واعرف أن أنت صورة للإسلام، فلازم تحافظ على دينك وحياءك وأخلاقك وسلوكياتك علشان أنت صورة جميلة للإسلام. ما ينفعش تخدش الصورة ديت ويبقى الإسلام بيؤتى من قبلك، خد بالك. فقال له: كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. ملك الروم كان فرحان قوي بعبد الله بن حذافة، وكان مستخسر يقتلهم، وفعلا ما كانش عايز يقتلهم. قال له: يا عبد الله، تقبل رأسي وأطلق سراحك، أنت اللي زيك خسارة يتقتل وخسارة يتسجن وخسارة نعمل فيه حاجة أكتر من اللي عملنا فيه، كفاية عليك كده، انت اللي زيك حاجة نادرة قوي في الدنيا دي. كأنه عايز يقوله كده: انت نادر، انت انسان انا ما شفتش زيك، فما ينفعش اقتلك، خسارة ان انت تتقتل، حتى لو كنت عدوي، حتى لو كنت ضدي، حتى لو ما كنتش معايا، بس يكفي ان الدنيا يبقى فيها واحد زيك. خدت بالك من المعنى الجميل ده؟ فقال له: تقبل رأسي واطلق سراحك. عبد الله بن حذافة كل اللي فات ده وكل اللي عمله كوم، واللي جاي ده أجمل نقطة وأجمل موقف عمله في حياته. هو مش عايش لنفسه، هو عايش لدين الله سبحانه وتعالى، ومش عايز حاجته بس وحقه بس، هو خاف على إخوانه لأنه بيحبهم زي نفسه يمكن أكتر. قال له: أقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح إخواني. لو عايز تطلق سراحي يبقى إخواني قبل مني، إنما هتطلق سراحي لوحدي لا، خليني معهم. فملك الروم فرح قوي بالكلام ده، قال له: اطلق سراحك وسراح اخوانك. فما كان من عبد الله بن حذافة الا ان قبل رأس ملك الروم اكراما لاخواني، خوفا من ان يفتنوا وان يقتلوا. فاطلق سراحهم وسراح اخواني، واعطاه الكثير والكثير من الهدايا لاخوانه المسلمين. رجع عبد الله بن حذافة السهمي. سبحان الملك، حاجة عجيبة جدا. تقرأ طبعا السير القصة الكاملة دي كلها في كتاب أصحاب الرسول. فرجع عبد الله بن حذافة السهمي إلى المدينة المنورة ومعه إخوانه الذين أطلق سراحهم. أول ما وصل المدينة واحد من الصحابة دولت سبق وحكى لعمر بن الخطاب القصة اللي حصلت دي. فعمر بن الخطاب خرج بنفسه، كان أمير المؤمنين، وراح قدام المسلمين كلهم وراح مقبل رأس عبد الله بن حذافة وهو يبكي ويقول: حق على كل مسلم
أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. الله، القصة دي بجد يا جماعة، والله العظيم أنا لما يعني لما قرأت هذه القصة أنا تعجبت. إيه الثبات ده كله؟ إيه الغلاوة دي كلها؟ وإيه الناس اللي عندها حرص على الدين لدرجة إنه ممكن يقول لك أتقطع حتت، يحصل اللي يحصل، إن شاء الله حتى أموت، بس يوم ما أموت أموت وأنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى. فاكر حضرتك الموقف والحديث رواه مسلم لما كان في غزوة أحد والرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم لم يقصدوا المعصية طبعا، ولكن هم تأولوا الموضوع وظنوا أن الغزوة انتهت، فنزلوا من على جبل الرماة وانقض المشركون على المسلمين، قتلوا 70 من خيرة الصحابة، ثم أرادوا قتل النبي بعد ذلك. فالنبي راح منادى على الصحابة، حديث رواه مسلم، قال أنا رسول الله هلم إليهم. فجالوا 9 من الصحابة، 7 من الأنصار، و2 من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فالنبي واقف ومعاه 9 قدامه، جيش كامل، جيش المشركين، جيش كامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فين المكافأة؟ النبي لا يفعل أي شيء إلا بمكافأة. قال من للقوم وهو في الجنة؟ لا، مش الجنة وبس، وهو رفيقي في الجنة. فتقدم 7 من الأنصار فقاتلوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قتلوش مرة واحدة، واحد واحد. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك واحد داخل يدافع عن النبي عليه السلام وبيقاتل جيش كامل، جيش كامل. أنا أخش أقاتل جيش كامل؟ آه، بحب النبي فلازم أعمل كده. فكلهم اتقتلوا، كان آخر واحد هو الوحيد الذي ذكر اسمه في الرواية، اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عمل حاجة غريبة قوي، بعد ما قتل وهو في الرمق الأخير بيطلع في الروح، قعد يزحف على أيديه ورجليه لحد ما وصل لقدم النبي، وحط خده على قدم النبي وبص للنبي كأنه عايز يقول له أنا وراك لحد آخر قطرة في دمي. فالنبي حزن قوي وبص لسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وقال ما أنصفنا أصحابنا. يوم يدي الكنانة بتاعته اللي فيها السهام لسعد بن أبي وقاص ويقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي، ويرمي سعد، خلصت السهام، فما بقي إلا طلحة بن عبيد الله. فالنبي بيقول له من للقوم؟ قال أنا يا رسول الله. فدخل طلحة بن عبيد الله يدافع عن النبي عليه السلام، مع أول دخل ضد المشركين ضربوا بالسيف طيروا له صوابع الأربعة، فقال حس من شدة الألم. فالنبي بيشجعه بيقول له لو قلت بسم الله، يعني بدل كلمة حس، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. فضل طلحة بن عبيد الله يدافع عن النبي، شوف الثبات، شوف الثبات قد إيه، يدافع عن النبي، والنبي كان قبلها كان وقع في حفرة وانكسرت رباعياته وشق جبينه وكان دايخ صلى الله عليه وسلم، فكان بيشيل النبي على قديه ويرجع بظهره، لو المشركين قربوا يحط النبي على الأرض ويخش يقاتل، يبعد المشركين ويرجع يشيل النبي. تخيل لحد ما وصل عند صخرة ما قدرش يرفع النبي على الصخرة، عارف ليه؟ لأن طلحة بن عبيد الله في المسافة دي الصغيرة اللي حوالي 15-20 متر انضرب 39 ضربة بالسيف. تخيل حضرتك الرواية بتقول كده 39 ضربة بالسيف، ده الواحد لو انضرب ضربة واحدة بسكينة يمكن يحس ان خلاص لازم يجري. 39 ضربة بالسيف لم يسلم منها اي جزء من جسمه، لدرجة ان طلحة بن عبيد الله بعد ذلك شلت يده، ايديه اتشلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عند الصخرة خلاص ايديه اتشلت مش قادر يشيل النبي، فقام النبي وتحامل وطلع فوق الصخرة وقال اوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشرة المبشرين بالجنة. بل وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض وهو حي في الدنيا فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. بل وفي رواية أخرى عند الترمذي أن رجلا أعرابيا بعد غزوة أحد جاء إلى النبي في المسجد
ودخل عليه وقال: يا رسول الله، من الذين يعنيهم الله عز وجل بتلك الآية؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فسكت النبي ولم يرد. وبعد دقائق دخل طلحة بن عبيد الله من باب المسجد، فقام النبي وقال: من السائل عن تلك الآية؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه، وفي رواية: هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله أكبر. قد إيه إن الإنسان لما بيستشعر معنى الدين وغلاوة الدين، قد إيه بيبقى الإسلام عنده غالي أو قوي، وعمره ما يقدر يفرط أبدا. وعشان تعرف قدر الدين دوت، اقرأ سيرة الصحابة، اقرأ كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأ كتاب زي قصص التابعين اللي هم الصحابة والجيل اللي بعدهم على طول، اللي هو الجيل الأول والجيل الثاني على طول. اقرأ سير الناس ديت، شوف الناس ديت اتعرضت لإيه، وشافت أذى قد إيه، وشافت محن وابتلاءات قد إيه. هتخرج بنتيجة واحدة: الناس ديت يعني مش ممكن اللي تحملوه ده، عشان تعرف إن الدين وصلنا على أشلائهم ودمائهم ولحومهم، ورغم ذلك يعني عمرهم ما قصروا، عمرهم ما فرطوا أبدا. كان الدين عندهم أغلى من كل شيء، كان ممكن يفرط في أي حاجة، يفرط في أولاده، يفرط في بيته، يترك بلده ويهاجر، يترك ماله، يترك كل حاجة إلا دينه. ما فيش حاجة أغلى من دينه. درجة أن الصهيب الرومي، الحديث أيضا رواه مسلم، لما أراد أن يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صهيب كان جاي أصلا يعني فقير جدا جدا، لكن يعني ما شاء الله من التجارة الحلال بقى من أغنى أغنياء مكة. فلما أراد أن يهاجر لقى المشركين مستخبين له عند إيه المخرج بتاع مكة، فقالوا: يا صهيب، جئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تذهب بهذا المال؟ بقى بعد ما يعني بقيت عندك فلوس عايز تروح بالمال ده؟ والله لا نتركك أبدا. فقال صهيب: والله إنكم لتعلمون أني من أرماكم. أنتوا عارفين إن أنا من أمهر الناس في رمي السهم، فبكل سهم أقتل رجلا منكم، وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن. كأنه عايز يقول كده: الطيب أحسن، ولكن إن دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: فمالي في المكان الفلاني. تخيل، صدقوه. أهو الله صدقوه. عارف ليه؟ أصل هم عارفين أن الصحابة ما يعرفوش يكذبوا. تخيل ده لو في زماننا ده، واحد بيقول لواحد مشرك: أنا فلوسي في المكان الفلاني، كان يقول له إيه؟ لا يا حبيبي، لا يا جميل، تعال ورهاني وسلماني، ما اضمنكش من هنا الخمسة متر قدام. ليه؟ لأن الكذب انتشر في الزمن ده انتشار أعجب من الخيال. حاشا لله أن أقول أن المسلمين كلهم كذابين، حاشا لله، ما أقصد ذلك، لكن أقصد أن في برضو في كذب منتشر كتير قوي، في كذب كتير قوي قوي. سبحان الملك، وبنسمع كذب لا يخطر على قلب بشر، سبحان الله. فشوف مجرد ما صهيب قال لهم مالي في المكان الفلاني، راحوا ولقوا الفلوس في نفس المكان وسابوه يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. يقوم قبل ما يوصل للنبي المدينة، يكون جبريل نزل من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، ويقول للنبي إن صهيب ضحى بكل اللي كسبه خلال 13 سنة في مكة، وضحى بكل دوت وجاي لك معوش ولا مليون. فنزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع، يشري عكس يشتري، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يوم أول ما يوصل صهيب، كان الخبر وصل للنبي، كان الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما شاف صهيب قام وهش وبش في وجهه وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. الله، فعلا ربح البيع. انت خسرت ايه؟ شوية فلوس؟ ايه يعني الفلوس؟ ايه يعني الدنيا دي كلها؟ ايه يعني لو ضحيت بالكرة الارضية كلها؟ المهم ان انت تفوز باسلامك ودينك، المهم ان انت بقيت في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال عجيب جدا جدا لما بعض افكر فيه، هو مثال لكل امرأة مسلمة. لما بعض افكر فيه، الواحد عقله يكاد ان هو يذهب، يعني فعلا الواحد بيحتار. طب قول رجل بيثبت على دينه ده حاجة، يعني الرجل في النهاية برضو عنده قوة وعنده
إنما المرأة الضعيفة اللي سبحان الله اللي تثبت على دينها وإيمانها رغم التعذيب، دي أكيد الإيمان في قلبها حاجة مش طبيعية، حاجة فوق الوصف. آسيا امرأة فرعون، أنتم تعلمون جميعا أن سيدنا موسى بعث في هذا الوقت، لكن آسيا ربنا سبحانه وتعالى رزقها بالإيمان يعني بأسباب كثيرة جدا، كان من ضمنها أنها آمنت على يد موسى عليه السلام. هي كانت البداية لما كان سيدنا موسى كان لسه طفل صغير في التابوت، وبعدين التابوت لما أمه سابته عشان خاطر جنود فرعون دخلوا عليها هيقتلوه فسابته، فوصل إلى قصر فرعون. الجنود خدوا الطفل الصغير اللي هو سيدنا موسى عليه السلام، وأول ما شافوه راحوا لزوجة فرعون، كانت قاعدة ساعتها في الجنين على النيل كده هي وزوجها فرعون. فأول ما شافت سيدنا موسى قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. خد بالك، جاء في أثر ضعيف أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت امرأة فرعون لفرعون قرة عين لي ولك، قال لا بل قرة عين لك أنت أما لي فلا. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فلو قال فرعون قرة عين لك ولي لهداه الله لحبه لموسى. طب السؤال، ايه اللي خلى امرأة فرعون تقول قرة عين لي ولك؟ ده اول مرة تشوف سيدنا موسى، ده طفل صغير اول مرة تشوفه. قال لك ان ربنا القى على موسى على وجه سيدنا موسى ستار شفاف جدا جدا، هو قول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله، ذلك جاء في أثر الضعيف أيضا، وأنا بقول هذا الكلام لأنه من الأمانة العلمية أن أذكر إذا كان الأثر صحيح أم حسن أم ضعيف، دي أمانة علمية نلقى بها الله عز وجل. جاء في أثر ضعيف أن إبليس سئل هل أحببت أحدا من البشر رغم أن أنت توعدت كل البشر وقلت لا أغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين؟ قال أحببت رجلا واحدا رغم أنفي. قالوا من هو؟ قال موسى عليه السلام، لأن الله ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه. فتربى سيدنا موسى، انت عارفين طبعا القصة مش هنخوض في القصة كلها، تربى سيدنا موسى في قصر فرعون وعاش عنده فترة طويلة إلى أن بعث موسى عليه السلام لما كبر. فقدر ربنا سبحانه وتعالى أن امرأة فرعون كانت قريبة جدا جدا من سيدنا موسى، تعلمت منه التوحيد، تعلمت منه الإيمان، أسلمت على يديه، لكن فرعون ما كانش يعرف. وفوجئ في يوم من الأيام أن زوجته أسلمت وآمنت وأصبحت امرأة مؤمنة. فيعمل إيه؟ نسي بقى أن دي زوجته وأنها عشرة عمر وإنه الناس دي سبحان الله ما عندهمش غالي، يعني الناس دي في سبيل السلطة وسبيل الحكم، ودي كنت شايفين ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. أهو شوف في ليبيا وشوف في سوريا وشوف في اليمن ما عندهمش غالي، أهم حاجة عنده الكرسي، يضحي بشعب كامل ويقتل ناس لا ذنب لهم، المهم إن الكرسي ده يفضل موجود، ما عندوش غالي. يعني هو لو فكر لحظة، هو لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك، الكرسي وصل إليك، قاعد بتحكم بقالك 43 سنة يا عم كفاية، هتقتل الشعب كله عشان كرسي؟ ده أنت من أول لحظة لما تحس إن الشعب، يعني أنا متخيل الواحد لما يكون حاكم في أي بلد ربنا يعافينا من هذا، فاهم إزاي؟ والشعب مش هقولك الشعب كله، لو 1% من شعبك قال لك إحنا بنكرهك دي كفاية، جزاكم الله خيرا، شوفوا بقى واحد بتكونوا بتحبوه، انا ما اقدرش اعيش في بلد الناس هبيكرهوني، فلازم تترك على طول. والنبي نهى ان يولى من يطلب الولايه. فتخيل بقى دول بقى واخدينها، يعني ربنا عافينا فيك وراثه وفتوانة وحاجه عجيبه جدا، والشعب مش عايزك. طب خلاص الشعب مش عايزك، اترك بقى واترك بدون حقن دماء ولا بل يمكن هم يحملوها لك بجميل، يقولوا ما دمت تركت بقى الحكم وحقنت دماء الناس في بلدك، فيعني هننسى كل الإساءة اللي انت عملتها لنا طوال السنوات دي كلها في مقابل انت حقنت دماء الشعب. لا، ذل 43 سنة وفوق ده كله قتل لأفراد الشعب، سواء ده بتاع ليبيا ولا سواء بتاع سوريا ولا سواء بتاع اليمن، حاجة عجيبة سبحان الله، كأنه هيفضل لازق طول عمره في الكرسي، وفي النهاية برضه هيتشاله. يعني هو في النهاية هو عارف ان الشعب مش هيسيبه،
ورغم ذلك برضه هو مصر لحد آخر قطر الدم أنه يفضل يدبح في شعبه. أسأل الله عز وجل أن ينجي إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، لأن فعلا قلوبنا بتتقطع عشان الناس ديت. ربنا ينجيهم يا رب العالمين. فشاهد في موضوع أن فرعون زوجته آمنت، وخد بالك وزوجته ده مين؟ ده زوجة أكبر ملك من ملوك عصرها في هذا الزمان. كان فرعون في هذا الوقت هو يعني يعتبر أكبر ملك موجود على وجه الأرض في الوقت ده. وشوف بقى تركت كل هذا الثراء والغنى والحسب واليعني المنظر بقى اللي كانت عايشه فيه، هلم عايشه في قصر فرعون، وهي تعتبر من اكبر يعني زوجه اكبر ملك موجود على وجه الارض، ورغم ذلك اثرت رضا الله سبحانه وتعالى وتركت كل هذا. كان يخلي الحرس بتوعه يحطوها في الشمس لحد ما الشمس تكاد تسهر راسها، ويعذبوها في رمضاء الشمس في الشمس في عز الشمس، وهي لا ترجع عن دينها أبدا، ثابتة ثبات الجبال. حتى ما في الآخر خالص أمرهم فرعون أن يلقوا على رأسها حجرا كبيرا ليقتلوها. في هذه اللحظة توجهت إلى فاطر السماوات والأرض، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ونجني من القوم الظالمين. كان أبو هريرة يحكي ويقول كانوا يعذبوها فإذا انصرفوا عنها ظللتها الملائكة بأجنحتها. سبحان الملك، كما في أثر عند المسند في مسند الإمام أحمد. فأول ما قالت كده رفع الله لها قصرها في الجنة، فالحجر بيترمى عليها وهي بتبتسم فظنوا أنها جنت، فماتت قبل أن يصل إلى الحجر، وكانت لها قصر في الجنة، وسطر الله ذلك في كتابه الكريم سبحانه وتعالى. امرأة فرعون اللي صبرت وثبتت على كل هذا البلاء، وفي نفس القصر، في نفس القصر وفي نفس الآونة في نفس الوقت تحدث القصة العجيبة اللي أختم بها درس النهاردة، ونكمل درس الثبات إن شاء الله غدا إن شاء الله، ويمكن بعد الغد يمكن ناخد فيه يومين ثلاثة إن شاء الله، لأن أهم حاجة النهاردة إن إحنا نقول للناس إزاي الجيل ده كله ثبت على دين الله علشان إحنا كمان نثبت، عشان ما نجيش نعبد ربنا في شهر رمضان ونيجي بعد شهر رمضان ننسلخ من الصلاة والعبادة والصيام والقرآن والذكر وننسى كل هذا الخير، ونقول خلاص بقى يعني كل سنة طيب رمضان الجاي إن شاء الله نبقى برضو إيه نصلي برضو لا، احنا عايزين ثبات، عايزين ثبات، لأن لا تدري بما يختم لك. ربنا يا رب يحسن ختمنا وختمك يا رب، ويحشرنا وإياكم يا رب العالمين في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماشطة ابنة فرعون. فرعون كان عنده بنت، البنت ديت كان ليها واحدة اللي بيسموها بلغة العصر بيبي سيتر، خد بالك، واحدة مخصوص بقى تأكلها وتشربها وتسرحها وتلبسها وتزبط لها حياتها، دي كانت مسؤوليتها بنت فرعون. هذه المرأة كانت متزوجة وكان ليها مكان في القصر كده في الجنينة عايشة فيه هي وزوجها وأولادها. زوجها مات وبقي أولادها الخمسة، كان ليها أولاد خمسة كلهم يعني في سن الطفولة، وأصغرهم طفل رضيع بيرضع لسه. فالمهم في يوم من الأيام وهي بتمشط شعر ابنة فرعون، المشط وقع على الأرض، فنزلت تجيب المشط، فقالت إيه؟ بسم الله، بتسمي بسم الله وهي بتجيب المشط. فبنت فرعون اللي هي المغرورة بقى قالت لها ايه؟ ابي، يعني انت بتقولي بسم الله اللي هو ابي؟ فقالت لها لا، بل ربي وربك ورب ابيك الله جل وعلا. فالبنت زي ما تقول في لحظة غضب قالت لها اخبر ابي ام تتوبي؟ اقول لابويا ان انت بتعبدي اله غيره انه كانوا بيعبدوه. وده سبحان الله، وده يعني تخيل حضرتك ان فرعون كان بيقول لأهل مصر في ذلك الوقت ما علمت لكم من إله غيري، كان بيخليهم يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. فده ما علمت لكم من إله غيري، ما فيش إله في الدنيا دي غير أنا بس، أنا الإله والوحيد الذي ادعى الألوهية هو فرعون المذكور في القرآن سبحان الله. فقالت لها أخبر أبي؟ قالت أخبرين. شو بقى الإيمان والثبات؟ كان ممكن واحدة غيرها تقول لها طب استر علي ربنا استر عليك وربنا يبارك فيك وأنا أسفة والله دي غلطة، دي زلت لسانة، أنا ما كنتش أقصد، ده أنا بهزر معاك، كانت ممكن تقلبها بأي حاجة وتداري إيمانها. لكن لا،
شوف حلاوة الإيمان لما توصل للذروة في القلب تخليك تنسى كل المهالك ويهون عليك كل بلاء. سبحان الله. فالمهم فأول ما قالت لها أقول لأبويا قالت لها أقول، راحت بنت فرعون راحت قايلة لفرعون قالت له يا أبي ده المشطة بتاعتي حصل منها كذا 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 وإذا بي وفجأة إن هي بتعبد إله غيرك. قال معقولة إزاي ده؟ طب هاتيها. فأمر الحرس فراحوا جايبين مشطة ابنك فرعون. جت مشطة ابنك فرعون واقفة قدام فرعون فقال لها ألك رب سواي؟ شوف الغرور والصلف والكبرياء حاجة عجيبة جدا، كبر غريب جدا. ألك رب سواي؟ قالت أجل ربي وربك الله جل وعلا. فقال إذن أقتلك، هقتلك بقى أنت وولادك. قالت له افعل ما تشاء. فأمر الحرس بتوعه جابوا بقرة من نحاس وحطوا وسخنوها من جوه وحطوا فيها زيت مغلي على أساس اللي ينزل جوه الجسد البقرة دي على طول ساعتها جسمه يذوب عياذا بالله ولا يبقى منه إلا العظام. فقالت إن لي عندك طلبا واحدا، أنا لي طلب واحد بس بطلبه. قال لها هذا لك عندنا، يعني أنت طبعا خدمتينا سنين طويلة فليك الحق أن أنت تطلبي أي طلب. قالت له أن تجمع عظامي وعظام أولادي وتدفننا في قبر واحد، ده اللي أنا عايزاه. قال لها لك ذلك، لك ذلك، خلاص اللي أنت عايزاه. فعايزكم بقى تتخيلوا المشهد العجيب ده يا جماعة، حاجة والله العظيم فعلا بجد تقطع القلب. والمشهد ده ما هوش مشهد غريب علينا، المشهد ده شايفينه وبنشوفه كل يوم، المشهد ده ياما شفناه، حصل لإخواننا في غزة على مرأة ومسمع من العالم كله. شفنا ياما أمهات ولادها قدام عينيها كانوا بيتقتلوا، شفنا حدث يعني حاجات والله يعني سبحانك يا رب أكتر من اللي حصل لمشطة ابنة فرعون. شفنا أسرة ما بقي منها إلا ولد واحد، 14 واحد يقتلوا في أحداث غزة وما بقي إلا ولد، أمه وأبوه وأخواته وأعمامه وخالاته كلهم عايشين في بيت واحد، الكل قتل وما بقي إلا هذا الولد. أنا مش متخيل ده هيعيش إزاي. سبحان الله، ربنا يصبره ويثبته. وعائلات كتيرة، ده مش حدث واحد، ده أحداث كثيرة جدا، بنت أهلها كلهم قتلوا وما بقي إلا هذه البنت، واحدة فقدت كل أولادها وزوجها، واحد فقد كل أولاده وزوجته. الحدث ده حصل في غزة كتير جدا في المذبحة التي قام بها اليهود، أسأل الله عز وجل أن يلعنهم وأن يقضي عليهم يا رب العالمين، اللهم آمين، وأن يطهر أرض فلسطين من هؤلاء اليهود الأنجاس، قولوا آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ونفس الأحداث دي حصلت في ليبيا، ونفس الأحداث دي حصلت في سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي تونس، لكن حدثت أكتر في اليمن دولت، في طبعا في أحداث غزة اللي كانت من سنتين وفي ليبيا وسوريا واليمن في هذه الأيام. فالمرأة واقفة، ولك أن تتخيل أصعب شيء في الدنيا جماعة، أصعب شيء في الدنيا أن الأم تشوف ابنها بيقتل قدامها وهي مش عارفة تعمل حاجة. خدوا ابنها الأولاني وقدام عينيها والولد بيصرخ يا أمي يا أمي يا أمي انقذيني يا أمي، وهي مش قادرة تعمل حاجة، هي عايزة تثبت على دينها وعلى إسلامها لحد آخر لحظة. فحاولت أن هي تمسك الباب في آخر لحظة حد ما ألقوا الولد قدام عينيها وشافت شياط لحمه اللي تشوى جوه البقرة ديت النحاسية ديت، ومات الولد، صرخ صرختين ثلاثة ومات، والأم تبكي وقلبها بتمزق. ياخدوا الابن الثاني، والابن الثاني عمال يمسك في ملابسها وبيشده ويقول لها يا أمي أنقذيني يا أمي يا أمي ما تسيبنيش يا أمي، والولد بيصرخ وهي قلبها بيتقطع، بس دينها كان عندها أغلى من أولادها، هتعمل ايه؟ الولد الثاني اتقتل، وخدوا الثالث قتلوه والرابع وقتلوه. تخيل 4 أولاد قدام عينيها بيتقتلوا وكل واحد بيستنجد بأمه يا أمي انقذيني يا أمي ارحميني يا أمي ما تسيبنيش اتقتل يا أمي، وبيقتلوا ده قدام ده وده قدام ده. شوف القسوة. ده النبي
يعني سبحان الله، قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ده يحرم علينا أن احنا نذبح شاء قدام شاء تانية. فما ظنك بهذا الذي قتل الولد قدام إخواته وقدام أمه، ويقتل الثاني قدام إخواته وقدام أمه؟ اتقتلوا الأربعة. فجم ياخدوا الخامس. الخامس ده لو تفتكروا طفل رضيع كان بيرضع من ثدي أمه، خدوا الطفل وشدوه منها وهي قلبها بيعتصر. والنبي لما حب يشبه بعيدا عن التشبيه سامحوني، يعني يقرب الصورة، يقرب الصورة، لأن المولى عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال كما عند البخاري: لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. عايز يقول لهم ما فيش رحمة على الأرض أعظم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. فبقول شفت الرحمة ديت، أهو ربنا أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. خدوا الطفل الرضيع وكان بيرضع ومش فاهم حاجة، يعني طفل صغير بيرضع، شدوه قطرات اللبن على شفايفه لسه عيني كان بيرضع، والأم قلبها بيتمزق ولسه هتصرخ وتقول لا خلاص أنا خلاص هرجع عن ديني وهرتد. فربنا أنطق الطفل الصغير وقال، طفل رضيع، قال: يا أمة اثبتي فإنك على الحق. فثبتت الأم وقتل الطفل وقتلت الأم، وجمعت عظامهم في مكان واحد. فلما كان في ليلة الإسراء والمعراج شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة امرأة فرعون، رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كأجمل ريح عطر وجد على وجه الأرض، فقال: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. هنكمل مع بعض بكرة قصص الثبات، ونشوف مع بعض أسباب الثبات على دين الله، إزاي نثبت على دين الله، وإزاي إن احنا نمسك ويعني نعض بالنواجز على هذا الدين العظيم حتى نثبت ونلقى الله عز وجل ونحن على الإسلام والتوحيد والإيمان. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.